لاباس انت؟ والله لاباس الحمد لله الله يحفظك. واش اسمك؟ اسمي شكوريديسا. وانت؟ اسمي شكوريديسا. انا كنسكن في مدينة الخنادق. وانت؟ انا من صوتي كيبان عليا ساكن كازا. كازا؟ واش بصح كتسكن في كازا؟ دونك حدايا. كنضحك، ما كنسكنش في الخنادق، انا كنسكن في كازا. قول لي كتعجب في جيم لعبوها فات هذا دومينو بحال باتش. اه يلا دوز باتش. اوكي هادشي الشيء اللي كندير دابا هي واحده ابليكاسيون سميتها حنان اللي كتعمل اكثر من مليون بنت ودري في الوطن العربي، واحسن حاجه فيها هي انها عندها اكثر من 4 ديال النجمات في بلاي ستور، وتريكوموندي في بلاي ستور زوينين وامنين وما عندكمش تخافوا، واهم حاجه كتهضروا غير بالصوت ديالكم. ولكن اللي زوين فيها بزاف وانها فيها بزاف ديال الالعاب اللي نقدروا نلعبوا مع بعضياتنا. داكشي علاش غنخلي لكم لينك في الديسكريبشن، غتدخلوا نيشان الروم اللي غنكون فيها انا. غتقولوا لي علاش اخترتي هاد الابليكاسيون بالضبط، حيتاش هادوك لي زابليكاسيون الاخرين غنطول كنهضروا وغنحسوا بالملل وما غنبقاو ما نديروا، بعدا تما هي غنكونوا كنلعبوا وكنهضروا. دخلوا اكتشفوها دابا، وكل اثنين مع الخمسه غادي تلقاوني انا تما. عندك 1000 درهم باش دير اوتفيت، الا سولنا ثلاثه الناس عطاك اكثر من 8 على 10 غتربح الاوتفيت سينو. قال ليه الا جبتي اكثر من 8 على 10 غتربح 1000 درهم. قولوا لي فين كاين هاد الدري يمشي حداه كيرجعوا. عشان درهم مرحبا. عرفت شنو بغيتي تاخذي؟ واحد الفكره شنو نتا كتلبس بعد؟ بلاتي واحد جوج تريبليكس فوق اكس ال. ولكن هاني دابا ما حد كتعطي 1000 درهم عيب، ماشي مشكل. كل بالضبط داك الشيء اللي عندك ياكل كل شيء. قاموس برازيلي هادي اكس ال 240 سوا الجين. لا لا هذا خاصو سرول كحل كارغو. لا لا هادو ماشي. لا شحال داير بعدا؟ 300. شنو بان لك ساليتي ولا تزيد؟ واحد النوادي راش عارف شي محل؟ كاين واحد المحل غير ان شاء الله فينا في الثمن ما تخافش. لا لا كان زياش في الخرا. شحال الثمن؟ كيفاش؟ شحال قال ليه؟ هاد العدد حداش حداش راه في درهم واش كتبيعو زياش شحال درنا؟ ما خلص والو خسرت نخلص عليك كم دولار زين بون بح. دابا انا ما فهمتش، دابا في الاول قال له تلاقاه في الصنقه صدفه، قال له غنعطيك 1000 درهم ياك، ومن بعد صدقوا غادي لواحد المحل باش في الاخر يعطي ليه واحد الحاجه اللي كدير ب 11000 درهم. اه شي حاجه شي حاجه هنا. مطاقين باش دونك اشهار تفو حتى هي قصة تشري الدري نتهضر سير سير اخويا حبي دريس مدينة عندو ولد عايش في ميريكان كشب عليه بزاف وناري تقول غير هو سير هاش كنتك الشبيه ديالك في ميريكان انا الشبيه ديالي ما عرفتش فين هي حل التيك توك باش انكم تدخلوا تشوفوا شي حاجه وفي الاخر كيطلع لكم بحال شي اختلاف بسبب وجبه العشاء قتل مرتو حيت طيبات ليه التقليه في العشاء. هاد المراه احنا طلينا لقينا البوليس ولقينا هذا على التقليه، قال لكم طيبه لي التقليه، قال لها علاش دايره لك التقليه خانزه بدات كترطب معاك تقول لي محمد زعما بنادم راه اللي كان تياكلو ضربها ضربها قال لك بهراوه وجبد الجن وجبد عليها من هنا في بلاصه الموت. قالت لك الراجل كيما كيتعدي. عرفتي شنو الغلط اللي درتي في حياتك؟ هو انك طيبتي ليه العشاء، ما قالتش لك طيبي ليه العشاء، كون خليتيه ما هكاك بالجوع. الفيديو ديالي علاش كيدني شي حد بالتصاور ديالي القدام وكيسحب ليها التخليه؟ وتبتزني به؟ ها هو الفيديو ديالي سيدي، ها هو انا داير هذا الشيء، ولا انا داير هذا الشيء، هذه انا، وهذا السيد كيبتزني، كيقول لي ارونا نشرو. ثمني حيت الخرات ونتوما توقعت. واش الخرنا زادا مالو؟ واش كل الناس واش فين من هاد الناس نزيد النهار في التيك توك؟ ما كنلقاش شي حاجة زعما شي كونتوني عادي بلا تخسر هدرا بلا والو والو ما تصيبش. وجا في الخير قول كاش كتحط لنا فيديوهات بحال هكا حيت ما كاينش هادشي اللي كاين في الصوت. أولا بالصحة والراحة خويا ديالاش داك الساندويتش؟ ديالك فتاحين شحال باش شريتي يا أخي؟ 100 100 دريال 100 دريال
ما حسيتي بوالو ملي لا والو كتذكر ديال ميا كتاكلو كتولي عشير الكلاب كيولي خوتك ما تيقدرش يضربوك صحه وراحه صحه وراحه انا عاد بلا شي وعده النبي والله ما عرفتش انا كيفاش كيديروا ليها ما فهمتش كيفاش كنت بخمسه دراهم فيها كلشي فيها الهزوات البصله مطيشة فيها الخبزه فيها كلشي ما فهمتش كيفاش حس بينها في مين بسم الله الرحمن الرحيم اويلي ما يقولش عبير عزيز في الطريق ديالي خلاتني الغريزه خلاني بزاف ديال الحوايج شنو هادي واش هادي خريزما ما يمكنش نبدل الطبيعه البشريه حيت حيت ما عندك لا سلطه لا والو حيد عليا شنو هادشي تخيلوا معايا تمشي عند شي بقي وندير لك الضربه القاضيه بي 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 ويلي لا شو مقارنه ظالمه للمواهب المغربيه في لحظه كي تصدق ان المشهد حقيقي وليس تمثيل اوكي تصعد الميري اياه علاش جينا ندو البنت اين بنت لا لا ما غديوش ليا بنتي خليك لاله تخليك لاله علاش غديو ليا بنتي صافي الحبس علاش كيفاش فين علاش غديو ليا بنتي الله يخليك لاله دوز كبطال كلشي لا ما ديوش ليا بنتي الله يخليك الوالدين عافاك بس ديتي ورا الباب مشاو يهدمو ليه طلق عليهم النحل وهذا النحل كلشي يهرب تخيلو معايا كون كلب يقدر مثلا يضربوه بحجرة ولا بشي حاجة يمشي داك الكلب ولكن النحل ناري شحال ذكي اصلا صراحه انا كيبقاو في دوك الناس ما فهمت انا واحد عنده كاريان عنده براكه مسكين وجاي تهدمو لي تهدمو لي تهدمو لي بويا لا بلاصه يا بيسو يا لا ماري حتى هو هدمو لي كيشرى ايفون بالكريدي ويموت لي بعد اخر حاجه توقعت تخدم بالكريدي هو ايفون واخا يكون هو باك ما يعطيكش ايفون بكريدي今天有人把饺子吃了进去姐姐吃的，今天吃的是那个饺子，我现在在和面。姐姐，你不要说，你不要说，我还在喊着，我是在 TikTok。عرفتي دارنا موسخه بزاف دارنا موسخه بزاف اجي جماعه حنا ساكنين في مدينه الخنادق اجي جماعه وصافي هذا ما كان فيديو نشوفكم فيديو جاي تهلا